مؤتمر احتفال بعيد الشرطة عندما قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قال بأن نسبة الإحصاء في الطلاق في السنوات الأولى الخمس الأولى مرتفعة. احنا لاحظناها أيضا في دار الإفتاء المصرية من خلال الأسئلة التي ترد إلينا، ومن خلال أيضا المشكلات العديدة في الأسرة المصرية. من خلال هذه الأسئلة وبالفعل قرأنا المشكلة في أن نسبة كبيرة من هذه الزيجات تنتهي وتحتاج إلى البحث في الأسباب التي تؤدي إلى إنهائها. ما هي هذه الأسباب؟ يرجع منها البعض إلى عدم معرفة حقيقية لدى الزوجة. اسمحوا لنا أن احنا نعرض منتج بيتبنى فكرة الحل المتكامل ويتبنى أيضا فكرة الحل متعدد الوقت. احنا في الحقيقة لما فكرنا في مسألة الطلاق باعتبار ان الحافز الاساسي لنا هو مسألة تخفيف الضغوط والاعباء عندنا، والحافز الثاني الاساسي ايضا هو تنمية المجتمع المسلم وتنمية الاسرة بصفة خاصة. فكان الحافز الاساسي احنا عندنا اعباء، لكن كمان كان عندنا حافز هو تنمية الاسرة المصرية. الدعوة الكريمة بشكر الدكتور عمرو الوداني. الحقيقة فكرة رعاية الاسرة فكرة عظيمة جدا، وأنا بشكر دار الإفتاء إنها عندها اليقظة والتامة من المؤشرات اللي ظهرت من دار الإحصاء المركزي معالي أبو بكر الجندي، أو من الأسئلة الموجهة هنا في الأسئلة اللي بتيجي بالتليفون أو الزيارات الشخصية، وطلع بمؤشرات بتقول إن الأسرة المصرية في أزمة والصحة المجتمعية للأسرة المصرية في أزمة. إذا كان في أزمة حقيقية فإحنا كدور أيتام بشكر الدعوة الكريمة، لأن أنا بعتبر نفسي ممثل الرعاية، جلسات الاستشارة الأسرية وبرنامج التوافق الزوجي، وكمان برنامجين يتعلقان بمسألة العناية. البرنامج الأول كان يتعلق بنموذج السعادة الأسرية، وده نموذج متوفر إن شاء الله في أقرب فرصة إن شاء الله. وكان المنتج الأخير هو المنتج الخامس، المنتج الذي يتعلق بمسألة دليل جودة الأسرة المصرية. أنا شاكر لحضراتكم، وهو في الحقيقة هذه المنتجات كلها ستضمها وحدة واحدة، هي وحدة الحفاظ على الأسرة المصرية مودة، وخلاص هو إن شاء الله يستقر الاسم يبقى مودة، ومودة هذه